عندنا دلوقتي عصير القراصيا أو عصير البرقوق بالزبادي واليانسون، وعندنا عصير الخوخ بالكراميل. هناخد الخوخ بالكراميل، بيبقى طعمه حلو قوي وأغلبية الأطفال بتحبه. بناخد خوخ بنقطعه طبعا بالقشر بتاعه، وبناخد عليه برضو 4 معالق سكر، وبناخد عليه صوص الكراميل اللي هو الجاهز برضو 4 معالق، نفس مقدار السكر نفس مقدار الكراميل. بناخد عليه لتر من اللبن، عصير الخوخ بيبقى برضو طعمه حلو قوي بالنسبة للأطفال. في ممكن نحط عليه زبادي لو حابين نتقله، بس هو بيتقدم بالشكل ده.